بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأبناء، موعدنا اليوم مع مراجعة النهائية للصف العاشر استكمالا لما سبق، وهو خاص ببناء الجملة والكتاب. ننتقل معا إلى بناء الجملة. السؤال الأول: أي الآيات الكلمات الآتية ورد بها أسلوب القسم؟ أي الآيات الكلمات الآتية ورد فيها أسلوب القسم؟ الآية الأولى: إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. الآية الثانية: والله بما تعملون خبير. الآية الثالثة: والسماء ذات البروج. الآية الرابعة: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إذا نظرنا إلى الآية الأولى إن الله سميع بصير، نجد أنها مؤكدة باستخدام إن. الآية الثانية: والله بما تعملون خبير. انظر، قد يتعارض مع الذهن أن هذه الآية بدأت بأداة قسم هو الواو، ثم لفظ الجلالة هو المقسم به الله، لكن هنا لم نقل والله، قلنا والله بما تعملون خبير، فهي جملة اسمية. الآية الثالثة: والسماء ذات البروج. انظر إلى هذه الآية، هنا جاء حرف الواو ثم جاء المقسم به وهو السماء، مكسورة أيضا مجرورة، يقول والسماء. هنا الله عز وجل يقسم بالسماء، فهذه الآية هي التي بها أسلوب القسم، والسماء ذات البروج. أما الآية الأخيرة: القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أيضا ليس بها أسلوب القسم، لم يتوفر فيها أركان القسم. وكما تعلمون أن أسلوب القسم لابد أن يتوفر به أداة القسم، وهي قد تكون حرفا مثل الواو أو الباء أو التاء، وقد يكون جملة فعلية فنقول أقسم بالله، وقد تكون جملة اسمية مثل يمين الله إلى غير ذلك. ثم يأتي بعد ذلك المقسم به ثم جملة القسم. نذهب إلى سؤال آخر: اختر الآية التي ورد بها أسلوب قسم. اختر الآية التي ورد بها أسلوب قسم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تالله لأكيدن أصنامكم والله عليم بذات الصدور. إن الله سميع بصير. الآية الأولى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انظر، هنا جاءت الآية مؤكدة باستخدام إن الله. أما هذه الآية: والله عليم بذات الصدور، قد يختلط أيضا على الذهن أن حرف الواو هنا جاء حرف قسم ورفض الجلال جاء المقسم به. لا يا أبنائي، هنا جملة اسمية: والله عليم بذات الصدور. إن الله سميع بصير، أيضا هذه الجملة مؤكدة باستخدام إن. استخدام إن، لكن إذا نظرنا هذه الآية الكريمة: تالله لأكيدن أصنامكم، هذه هي الإجابة. لماذا؟ أولا توفر فيها أداة قسم وهو التاء، ثم المقسم به وهو لفظ الجلالة وأيضا مجرور، فنقول تالله، ولم نقل تالله أو تالله، لكن قلنا تالله. اتفقنا أيضا أن المقسم به لابد أن يكون مجرورا بحرف الجر. لأكيدن، اللام للتأكيد وأيضا النون للتأكيد، وهي جملة القسم. نذهب إلى سؤال آخر. السؤال يقول: ما الجملة التي وردت بها إن الشرطية؟ هل هي: إن الدين يسر، علمت أن الحقيقة واضحة، إن تعمل المعروف تنل أجره، يجب أن أحترم الكبير؟ إذا نظرنا إلى المثال الأول: إن الدين يسر، هذه الجملة مؤكدة باستخدام إن، فالهمزة جاءت مكسورة والنون جاءت مشددة، إن. أما في المثال الثاني: علمت أن، الهمزة مفتوحة والنون مشددة أيضا، فنقول علمت أن الحقيقة واضحة. أما في هذا المثال: يجب أن أحترم الكبير، يجب أن، الهمزة مفتوحة والنون ساكنة. هل هذه هي الشرطية؟ لا يا أبنائي، إنها تدفع الفعل المضارع، فنقول يجب أن، هنا جاءت ناصبة. أما إذا نظرنا إلى هذا المثال: إن تعمل المعروف تنال أجره، انظر معي، إن هنا جاءت مكسورة الهمزة والنون ساكنة، جاء بعدها تعمل وهو فعل الشرط،
وجاء بعدها كلمة تنن وهو جواب الشرط. إذن هذا هو الجواب، إن تعمل المعروف تنن أجره. لماذا؟ كما اتفقنا أن إن هنا جاء الشرط جاء بعدها فعل للشرط وجاء بعدها جواب للشرط وهو كلمة تنن، فلا بد من توفر جميع الشروط للإن الشرطية كما تعلمون. سؤال آخر عن إن الشرطية لنؤكد على هذه المعلومة، ما الجملة التي وردت بها إن الشرطية؟ من الجملة التي وردت بها إن الشرطية؟ إن الكذب من صفات المنافقين. يجب أن تقرأ الكتب النافعة، يجب أن تقدر حق والديك، إن تنصروا الله ينصركم. المثال الأول، إن الكذب من صفات المنافقين. انظر تجد أن الهمزة مكسورة والنون مشددة، فهي جاءت للتأكيد، فنقول إن هذا للتأكيد وليست إن الشرطية. كما أننا دخلت أيضا على جملة اسمية بعدها الكذب من صفات المنافقين، هي جملة اسمية. المثال الثاني، يجب أن تقرأ، هنا الهمزة جاءت مفتوحة والنون جاءت ساكنة لأنها تدخل على الفعل المضارع، فهي أن الناصبة للفعل المضارع. المثال الثالث، يجب أن تقدر أيضا سبق يجب هذا فهم، ثم جاءت الهمزة مفتوحة ثم جاءت النون ساكنة، فهي أيضا أن الناصبة التي تدخل على الفعل المضارع. أما إذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة، إن تنصروا الله ينصركم، إن هنا جاءت شرطية. لماذا أيها الأبناء؟ أولا الهمزة مكسورة، ثانيا النون ساكنة، ثالثا توفر بها فعل الشرط تنصروا، ثم جاء جواب الشرط وهو ينصركم. إذا هذا هو الجواب، إن تنصروا الله ينصركم، لتوفر هذه الشروط في هذه الآية الكريمة، وهي إن وهذه الشرط ثم فعل الشرط تنصروا ثم جواب الشرط وهو ينصركم. نذهب أيها الأبناء إلى سؤال آخر، ما الجملة التي جاءت بها أن المؤكدة؟ ما الجملة التي جاءت بها أن المؤكدة؟ إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، رأيت أن الحق ظاهر لا محالة، إن جاءك ضيف فأكرمه، إن جاءك ضيف فأكرمه، إن تعن الناس يعنك الله. إذا نظرنا إلى المثال الأول، إن الصدق يهدي إلى البر، وإذا نظرنا إلى المثال الثاني، رأيت أن الحق ظاهر لا محالة، إن جاءك ضيف فأكرم، إن تعن الناس يعنك الله. المثال الأول جاءت إن مكسورة الهمزة والنون مشددة، إن الصدق يهدي إلى البر، فهي ليست أن، إنما هنا إن الهمزة مكسورة. في هذا المثال، إن جاءك ضيف فأكرمه، أيضا هنا جاءت الهمزة مكسورة ولكن النون مخففة ساكنة، إن جاءك ضيف. في هذا المثال، إن تعن الناس يعنك الله، إن تعن الناس يعنك الله، الهمزة جاءت مكسورة والنون ساكنة وجاء بعدها فعل للشرط وجواب للشرط، إذن ليس المقصود. أما في هذا المثال، رأيت أن الحق ظاهر، انظر إلى الهمزة مفتوحة، رأيت أن والنون مشددة، رأيت أن، إذا توفر في هذا الشرط فإذن الإجابة رأيت أن الحق ظاهر لا محالة. لماذا أيها الأبناء؟ أولا سبق المثال وهو رأيت، اتفقنا سابقا أنها قد تسبق بأفعال مثل رأيت، علمت، تأكدت، تيقنت إلى غير ذلك، أظن، أود، ثم تأتي أن بهذا الشكل، أن الهمزة مفتوحة والنون مشددة وهي للتأكيد على الجملة، فنقول أن الحق ظاهر لا محالة، تأكيد على الجملة الإسمية، تؤكد الجملة الإسمية. ننتقل إلى سؤال آخر، ما الجملة التي جاء بها أن المؤكدة؟ إن العينين من نعم الله، إن العينين من نعم الله. أعرف أن الإسلام دين الحق، أعرف أن الإسلام دين الحق، إن الله مع الصابرين، إن تسارع إلى الصلاة يحسب لك الأجر. إن العينين جاءت هنا مكسورة الهمزة والنون أيضا مشددة ولكنها مكسورة الهمزة، انتبهوا معي هنا، هل هنا أن أم إن؟ إن هنا أن، إذا ليس هذا مطلوبا. إن العينين، نعلم أن إن تؤكد جملة اسمية نعم، لكنها همزتها مكسورة.
قال تعالى إن الله مع الصابرين، أيضا توفر بها الشروط، الهمزة مكسورة وإن المشددة للتأكيد أيضا، ولكنها همزتها مكسورة ليس مفروما. انظر إن تسارع إلى الصلاة يحسب لك الأجر، هنا في هذا المثال جاءت الهمزة مكسورة والنون ساكنة، فنقول إن جاءت هنا شرطية لأن بعدها فعل الشرط ثم جواب الشرط. لكن إذا نظرنا إلى هذا المثال أعرف أن الإسلام دين الحق، هذا هو الجواب. لماذا؟ بداية سبق بفعل أعرف كما رأينا في المثال السابق رأيت أو إلى غير ذلك، هنا أعرف ثم جاءت أن، الهمزة مفتوحة والنون مشددة، أعرف أن ثم جاء بعدها جملة اسمية أن الإسلام دين الحق. نذهب إلى سؤال آخر، ما الجملة التي ورد بها لا النافية للجنس ملغى؟ ما الجملة التي ورد بها لا النافية للجنس ملغى؟ ونعلم أيها الأبناء أن كلمة ملغى أي إلا أنها لا تعمل، فكيف تعمل؟ اتفقنا سابقا أن لابد أن يتوفر لها عدة شروط، من بين هذه الشروط أولا أن يكون الاسم نكرة، كذلك الخبر لابد أن يكون نكرة. فإذا نظرنا إلى هذا المثال لا قائما بواجبه مذموم، انظر إلى كلمة قائما فهي نكرة، وانظر إلى كلمة مذموم أيضا فهي نكرة. إذا توفر هنا الشرط الأول، هذه نكرة وهذه نكرة، أي اسم لنا فيها الجنس وخبرها، كما أن في هذا المثال لم يفصل بين لنا فيها الجنس ولا اسمها بفاصل، فلم نقل لا في الفصل قائما مثلا، لم يفصل، جاء الاسم مباشرا بعد لنا فيه الجنس. كما أن لنا فيه الجنس في هذا المثال لم تسبق بحرف من حروف الجر، إذن هذه هي الشروط، ألا تسبق بأحد حروف الجر، ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، أن يكون اسمها نكرة وكذلك الخبر نكرة. إذا نظرنا أيضا إلى هذا المثال لا مقصرا في عمله محبوب، لنا فيه الجنس جاء بعدها اسم لنا فيه الجنس نكرة والخبر أيضا نكرة، لم يفصل بين لا وبين الخبر بفاصل، فلم نقل لا في عمله مقصر، بل قلنا لا مقصر، ونتوفر فيها أيضا جميع الشروط لأنها تصدق بأحد حروف الجر. في هذا المثال لا جليس خير من الكتاب، لا جليس خير من الكتاب، لا نفي الجنس جاء بعدها الاسم نكرة والخبر نكرة، لم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل ولم تصدق بأحد حروف الجر. نعم نفكر أن هذا يكون الجواب، لكن نتأكد أولا ذاكرت الدروس بلا تقصير، ذاكرت الدروس بلا تقصير، هنا سبقت لا بحرف الجر وهو الباء، ولذلك ألغي عملها ونسميها ملغاة، إذن هذا هو الجواب. لماذا؟ نتأكد يا أيها الأبناء أن لا نفي الجنس سبقت بحرف الجر وهو الباء. ننتقل إلى سؤال آخر، ما الجملة التي ورد بها لا نفي للجنس عاملة؟ انتبه معي، قلنا عاملة وهو عكس السؤال الأول، سؤال كانت ملغاة، في هذا السؤال تعمل، يعني لابد من توفر هذه الشروط التي سبق أن ذكرناها منذ قليل. فنقول لا في الفصل مهمل ولا غافل، في هذا المثال لا نفي للجنس فصل بينها وبين اسمها وهو كلمة مهمل بفاصل، وما هو هذا الفصل؟ كلمة في الفصل، في الفصل، هذا هو الفصل. في المثال الثاني لا في الجنة موت ولا ألم، لا في الجنة موت ولا ألم، أيضا سبقت أو فصل بين لنا في الجنس وبين اسمها بالفاصل وهو في الجنة، هذا هو الفاصل. اتفقنا يجب ألا يكون هناك أي فواصل بين لا أن في الجنس وبين الاسم. لا البخل محمود ولا الإسراف، في هذا المثال جاء الاسم هو كلمة البخل معرفا بالألف واللام، البخل المفروض أن يكون نكرة، ولذلك ألغي عملها وتكررت لا أن فيها للجنس. أما إذا نظرنا إلى المثال الأخير لا ذا أدب نمام، لا ذا أدب نمام، انظر هنا ذا اسم لأن فيها للجنس وخبرها كلمة نمام، توفر فيه جميع الشروط، إذا هذا هو الجواب. ننتقل معا أيها الأبناء إلى سؤال آخر، أود ثم جاء الفراغ أسافر إلى الهند، املأ الفراغ في العبارة السابقة بالحرف المناسب بين هذه الحروف إن، إن، أن، أن، اتفقنا أن هذه الحروف لها شروط كي تعمل أو تكون الإجابة صحيحة، فنقول إن، هنا جاءت مكسورة الهمزة ساكنة، إن مكسورة الهمزة مشددة،
شديدة النون، أم مفتوحة الهمزة ساكنة النون، أم مفتوحة الهمزة ومشددة النون. أقول أود أن. لماذا قلنا أن؟ لأن سبقت أول شيء سبقت بفعل وهو كلمة أود، كما أن جاء بعدها فعل مضارع فهي أن الناصب تدخل على الفعل المضارع، فلا يجوز أن نقول أود إن أسافر، ولا يجوز أن نقول أود إن أسافر، ولا يجوز أن نقول أود أن أسافر. فالإجابة الصحيحة هي كلمة أن. سؤال آخر: الصبر جميل. هذه جملة اسمية أيها الأبناء، ومطلوب منك أن تؤكد هذه العبارة السابقة باستخدام أسلوب القسم. أكد العبارة السابقة هذه باستخدام أسلوب القسم. كي نؤكد هذه العبارة أيها الأبناء باسلوب القسم، لابد أن يتوفر لنا عدة شروط، وهي أداة القسم وهي حرف من حروف مثل الواو أو الباء أو التاء، وأيضا المقسم به وهو لفظ الجلالة، وأيضا باستخدام أدوات التوكيد وهي إن واللام. فنقول في هذه الجملة السابقة: والله إن الصبر لجميل، والله إن الصبر لجميل. هنا جاءت الواو أداة قسم، ثم لفظ الجلالة الله وهو مقسم به، ثم للتأكيد جئنا بإن المؤكدة إن، ثم بحرف اللام يدخل على هذه الجملة، فنقول والله إن الصبر لجميل. نذهب إلى سؤال الكتابة أيها الأبناء. السؤال يقول: غفل كثير من الناس عن الصدقة على الفقراء والمحتاجين انشغالا بأمورهم، ونسوا ما أعده الله تعالى جزاء للمتصدقين. اكتب نصا إقناعيا فيما لا يقل عن 8 أسطر تقنع فيه زملائك بأهمية الصدقة وفضلها. نعلم أيها الأبناء أن النص الإقناعي لابد أن تأتي فيه بدليل على هذا النص، فنقول مثلا بداية المقدمة نكتب تمهيدا مناسبا للموضوع، نكتب تمهيدا يتعلق بموضوع الصدقة على الفقراء، ثم نذهب ثانيا إلى العرض، فنقول في العرض يتضمن فكرتين معززتين بحجتين ملازمتين للموضوع. الحجة هذه إما أن تكون من القرآن الكريم، يعني نأتي بآية من القرآن الكريم، أو بحديث من الحديث النبوي الشريفة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. فلا تأتي بحديث يخالف الموضوع، ولا تأتي بآية تبعد تماما عن هذا الموضوع العنوان وهو الصدقة. انظر إلى الحديث: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. أيضا قد نأتي بالحجة من الشعر، فنقول بيتا أو بيتين من الشعر، وأيضا ممكن نستخدم الحكمة، يمكن أن نستخدم الحكمة. ثالثا في الخاتمة يجب أن تقدم وجهة نظرك أو تقدم النصح لزملائك. ننتقل أيها الأبناء إلى سؤال آخر من أسئلة الكتابة، وهو عن النص السردي. ماتت زوجة الشيخ عبد الله جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، تركة له أطفالا صغارا ومرت السنون، وكبر الأطفال ورحلوا متفرقين إلى جهات شتى يناضلون في ميادين الحياة الواسعة. في حدود 20 سطرا أسرد هذه القصة موظفا خصائص النص السردي، مراعيا كتابة المقدمة والخاتمة، وأيضا أدوات الترقيم، أدوات الربط بالنسب وعلامات الترقيم. كي نجيب عن هذا السؤال أيها الأبناء، لا بد لنا من الانتباه. بداية يجب أن نكتب عنوانا لهذه القصة. ليست هناك قصة بلا عنوان، فهي قصة قصيرة، نضع عنوانا مناسبا للقصة. ثانيا نحدد الأحداث الأساسية للقصة والشخصيات الرئيسية والثانوية ومكان وزمان وقوع الأحداث، ثم قم بكتابة مقدمة يمكنك جعلها محورا لأحداث القصة، واهتم في عرض قصتك بالهدف الرئيس الذي تدور حوله. نفهم من ذلك أيها الأبناء أن القصة لابد أن توفر فيها هذه الشروط: هناك حدث أساسي أو رئيسي، هناك شخصية رئيسة، انتبه معي، أيضا هناك شخصية ثانوية أو فرعية، شخصين أو ثلاثة أو أكثر، ومكان لهذه القصة، أيضا هناك زمان لحدوث القصة. أيضا نهتم في المقدمة بجعلها هي المحور للأحداث، فلا تكتب مقدمة مثل النص الإقناعي، لأن هو القصة تختلف. اهتم أيضا في عرضك لهذه القصة بالهدف الرئيسي الذي تدور حوله، وهو موضوع القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، وأن الأطفال جاهدوا بعد ذلك وكبروا إلى أن فكروا في الجهاد والانتقام. ثالثا لابد أن نوظف أدوات الربط وعلامات الترقيم.
حتى يكتمل الموضوع ويكون كاملا لابد أن نوظف أدوات الربط وعلامات الترقيم. فلا يجوز أن نكتب موضوعا من الموضوعات بدون أدوات الربط وعلامات الترقيم، مثل الفاصلة، النقطة، النقطتين الرأسيتين، علامة الاستفهام، علامة التنصيص، إلى غير ذلك من علامات الترقيم. ونستخدم أيضا أدوات الربط لنربط الموضوع كاملا فيكون موضوعا مكتملا وليس ناقصا. هكذا نحصل على إن شاء الله على جميع الدرجات بإذن الله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المراجعة النهائية، مع أخلص الدعاء بدوام التوفيق والنجاح والتميز قسم اللغة العربية في رعاية الله وأمنه. أيها الأبناء.